سم تمام الحين تمام سم بتكلم عن ركان لانه انا شفت الموضوع زاد عن حده والشباب وانتم يعني فكرت ان الموضوع انه شيء ثاني او شيء فانا بأعلنها رغم انها حصريه ركان يوم نسم الكفر كانت هذه اسقاطه لمبادرة اليوم طبعا هو تاخر عشان يجيب اغراض المبادره معه اليوم يجيب راح يجيب كفر من بنشر لا اجل وش هي مبادره انا باكسر الحصريات وبقولها حلو لا لا حلو معلش حلو معلش حلو دقيقه سعد لا 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 لا, لا ارجوك انا بتكلم مخرج دقيقة. ما راح اطلع بالمسابقه ثواني بس دقيقة. اسلم يا غالي احنا ما جتنا المبادره بالاعداد لا المبادره طبعا انتم شفتوا خذاف وكذا كيف المبادره اليوم الاول كان في شبه نزول لا لا سعد خش بالموضوع دغري تمام خش دغري بالموضوع حنا كانت المبادرة اللي هي كل شوي نسمع ان في مفقودين في الصحراء مفقودين تعطل سيارات او شيء زي كذا حلو ايوه وكانت المبادرة هي تعليم الناس اذا جيت في مكان فيه تغاريس حلو انك تنسم الكفر والشيء الثاني والاهم انك لازم يكون معك ماطور الهواء وين ما رحت لا سمح الله تعطلت السيارة في الصحراء او في شيء كانت مبادرة جميلة مني بيروح اول شيء للصحراء بسياره صغيره الشيء الثاني لا لا لو سمحت استاذ سعد اسمح لي يعني الشيء الثاني انت طلعت اليوم اللقطه اللي انا طلعت فيها وانا ما ادري انت طلعت تركض معي ما كنت تدري عن المبادره انت طلعت تجري لا لانه تركض وش السالفه انا شفتكم تجرون قلت يمكن احد يصيب من الشباب جيت وراكم طيب توك تقول مبادره الحين ما تدري لا الاسقاطه انا ما اذا بترجع لخويك رجع بطريقه يعني فهمت تفاصيلها كلها الاسقاطه ما ادري متى وقتها انا بالنسبه لي انتقل الموضوع من عندي الى الاستاذ تركي الدوسري بعد شوي تشوف المبادره